عليكم أعزائي الصغار، سوف نتحدث اليوم عن الدفاع المدني. الأهداف العامة: أن يتعرف الطالب مفهوم الدفاع المدني، أن يتعرف الطالب الرقم المباشر للدفاع المدني، أن يستنتج الطالب واجبات رجال الدفاع المدني، أن يقتدي الطالب برجال الدفاع المدني. أستمع إلى القصة ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. سواعد المجتمع: أحمد طالب في الصف الثاني الأساسي، يحب كرة القدم كثيراً، وهو يمارس هذه الرياضة مع أصدقائه في الحي وكذلك في المدرسة أثناء الاستراحة. في أحد الأيام وقع أحمد أرضاً أثناء اللعب في ملعب المدرسة، فالتف أصدقاؤه حوله وهرعوا لمناداة المعلم الذي بادر إلى الاتصال برجال الدفاع المدني الذين حضروا وقدموا لأحمد الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نقلوه إلى المستشفى لإكمال علاجه. وبعد أن تماثل أحمد للشفاء، شكر الجميع على ما قدموه لهم. من خلال قراءة هذا النص يا أعزائي، سوف نجيب عن الأسئلة التي تلي. هنا إذا نظرنا إلى القصة، نلاحظ وجود شخص وهو أحمد. أحمد حدث معه شيء في المدرسة، سقط أثناء اللعب في المدرسة، التف أصدقاءه حوله وأسرعوا لمناداة المعلم، بادر المعلم بالاتصال برجال الدفاع المدني، فهم لبوا النداء وحضروا سريعا لإسعاف أحمد. عندما وصلوا قدموا الإسعافات الأولية في المكان نفسه، ثم انتقلوا إلى مكان آخر وهو المستشفى. قاموا بأخذ أحمد في باص الإسعافات الأولية إلى المستشفى لكي يكمل عملية العلاج. بعد أن تماثل أحمد للشفاء وأصبح وضعه الصحي جيدا، شكر الجميع على هذه المساعدة لرجال الدفاع المدني، شكر المعلم وشكر أصدقائه. هذا تعبير عن النص بشكل ملخص جدا. الآن سوف ننتقل للإجابة عن الأسئلة. هيا يا صغاري، أحضروا أقلامكم كي نقوم بتدوين الإجابة على الكتاب. السؤال الأول: ماذا حدث لأحمد؟ فلنتذكر، هيا تذكروا معي، ماذا حدث لأحمد عندما كان يمارس الرياضة التي يحبها؟ سقط على الأرض أثناء اللعب. ماذا فعل المعلم؟ أسرع المعلم إلى أحمد وبادر في الاتصال برجال الدفاع المدني. بمن اتصل؟ هل اتصل بالأمن العام؟ لا، لم يتصل برجال الأمن العام. ليس من اختصاص رجال الأمن العام أن يتصل بهم، بل اتصل برجال الدفاع المدني. ماذا فعل رجال الدفاع المدني لأحمد؟ قدموا الإسعافات الأولية في المكان نفسه، قدموا إسعافات أولية بسيطة، ثم نقلوا أحمد إلى المستشفى. إذن تمت عملية علاج أحمد على مرحلتين، هما الإسعافات الأولية في المدرسة ثم الانتقال إلى المستشفى وتقديم باقي العلاج.
متى نتصل بمركز الدفاع المدني؟ نتصل يا صغاري في مركز الدفاع المدني فقط في الحالات الطارئة والمهمة. وشكرا لكم. نستنتج يا صغاري بعض الخدمات التي يقدمها جهاز الدفاع المدني. انظروا إلى الصور وحاولوا أن تستنتجوا بعض وظائف أو خدمات، نقول لها إما وظائف أو خدمات يقدمونها الدفاع المدني. من خلال الصور نستطيع أن نستنتج بعض من خدمات رجال الدفاع المدني. هيا يا صغاري استنتجوا، عبر عن الصور التي أمامك. انظر إلى الصورة الأولى، نشاهد رجل إطفاء، نشاهد حريق. انظر إلى الصورة الثانية، نشاهد الزي، نشاهد خراطيم الماء. انظر إلى الصورة الثالثة، هيا استنتجوا ماذا تشاهدون. نتوصل من خلال هذه الصور البسيطة إلى بعض من واجبات رجال الدفاع المدني. وهي إطفاء الحرائق، إنقاذ المحاصرين في الثلوج، نقل المرضى إلى المستشفيات، تدريب الطلبة على تقديم الإسعافات الأولية بالتعاون مع المعلم. هيا يا بطل، واجب حل صفحة 27.